السؤال 10.1 The most intense radiation emitted from a hot sample of metal has a wavelength of 60 micrometer. When the temperature of the sample is doubled, what will be the wavelength of the most intense radiation? نستعمل إذن قانون فين أو فينس displacement law. إذن بالنسبة لدرجة الحرارة الأولى اللي هي T لا يهمنا القيمة العددية. فالقانون يقول أنه طول الموجة اللي تعطينا الإشعاع الماكسيموم أو الماكسيموم في الإشعاع اللي هي لامدا ماكس واحد مضروبة بتي تساوي ثابت سيجما. ولامدا ماكس واحد هي 60 مايكرون المعطاد في التمرين. الآن درجة الحرارة تضاعف 2 تي، الثابت ما يتغيرش، أوكي؟ ثابت سيجما ما يتغيرش، والآن لامدا هي لامدا ماكس هي اللي تتغير، والآن قيمتها لامدا ماكس 2. بطب نعمل إذن المعادلة الأولى تقسيم المعادلة الثانية ونتحصل على أنه لامدا ماكس 2 هو نص 60 يعني 30 مايكرون.